هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. واخيرا وبعد طول انتظار وبعد محاولات كثيره، قررت اني اتابع مسلسل ذا اوفيس، المسلسل الاشهر في عالم السيت كوم والمسلسلات الكوميديه. واحب اقول لكم يا جماعه الخير ان اليوم اللي تابعت فيه مسلسل ذا اوفيس كان يوم استثنائي، واذا فيه متعه واوقات رهيبه ضاعت علي في عالم المسلسلات والافلام، ذا اوفيس راح يتربع على عرش هذه الأوقات الضائعة. هي كلها ضائعة يعني، بس في ضياع عن ضياع يفرق. لأن هذا المسلسل يا جماعة ما هو مجرد مسلسل كوميدي أبدا، لا 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 لا، هو مسلسل كوميدي ودرامي واقعي واجتماعي. مسلسل يا جماعة الخير للأمانة أخذني من قاع الكآبة ورفعني إلى قمة السعادة في أوقات كثيرة. مسلسل يخلي أوقات الأكل ممتعة وأكثر لذة. مسلسل يعطيك دروس كثيرة في الحياة بالرغم من إنه مسلسل جدا ساخر 100% ساخر. مسلسل تنوعت فيه الشخصيات من الذكية والغبية، من الساذجة والطريفة، من اللطيفة والغريبة، من المدير وإلى حارس المبنى، وما بين بارتيشينات المكاتب وإلى ساحات المستودع. مسلسل توصل الحلقة الأخيرة وتقول هل أنا مستعد خلص ودع هذا المسلسل؟ ولكن يا جماعة الخير فيديو اليوم ما هو مراجعة ولا حتى مشاركة تجربة، لأن المسلسل هذا أول ما خلصته كده دخلت على موقع IMDb وعطيته 10 من 10. يب 10 من 10، ليش لا؟ وهو اللي صنع لي أيام كثيرة ورسم على وجهي ابتسامات وخلاني أضحك كثير، ليش لا؟ وهذا المسلسل طابت معه أوقات ووجبات وصار كل شيء جميل معه. فلذلك اليوم يا جماعة الخير راح أشارك معكم أشياء كثيرة قد لا تكونوا تعرفونها عن مسلسل ذا اوفيس وغالبا ما تعرفونها. والفيديو هذا موجه للفانز اولا ولكل شخص يعني يحب اجواء مسلسل ذا اوفيس وحاب يتعرف عليه اكثر. ولو ما تابعت مسلسل ذا اوفيس عندي لك نصيحة واحدة وجملة واحدة فقط، انت من جدك للحين ما تابعته، قم روح تابع ابن حلال، موجود في امازون برايم، اخلص كلها 16 ريال اظن في امازون برايم وتخش تتابعه اخلص. غير كذا اعزائي الوجهاء في كل مكان وزمان، اربطوا لي احزمتكم وتاكدوا انكم مشتركين في القناه ومفعلين جرس التنبيهات، ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر الاعجاب لانه مره بيساعدني كثير ومهم كثير، فلا تنسوا تحطوا لايك لو عجبكم الفيديو. ها غير كذا يلا بينا نتكلم عن اشياء كثيره لمسلسل ذا اوفيس. كلنا يا جماعة نعرف شخصية جيم، وتعتبر واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة داخل المسلسل بناء على آراء معظم الجمهور. كلنا نعرف قد إيش جيم يحب يسوي مقالب في دوايت شروت. هيتخيلوا إنه تم تقدير تكاليف المقالب اللي سواها جيم بدوايت، طلعت الفلوس اللي خسرها جيم في تجهيز وتنفيذ مقالبه ضد دوايت شروت طوال فترة المسلسل وصلت إلى حوالي 10,000 دولار. يب شخصية جيم دفعت حوالي 10,000 دولار علشان تمقلب دوايت شروت. السؤال الحين، لو عندك زميل في العمل مرة يشبه دوايت شروت تصرفا وشكلا وأيا كان، هل أنت مستعد تخسر هذا المبلغ الكبير عليه؟ منتهي جيم. جينا فيشر يا جماعة مؤدية شخصية بام، وجون كراسينسكي برضه مؤدي شخصية جيم. الاثنين هذول اتقابلوا في تجارب الأداء وجلسوا يسولفوا مع بعض وأخذوا وعطوا كذا مع بعض وانبسط، وكان في بينهم كذا كيمياء وتكونت صداقة لطيفة قبل تجارب الأداء. المهم جينا راح تسوي تجربة أداء شخصية بام، وجون قال لها يلا جود لك يا بت. خرجت هي وراح جون يقدم أداء أو تجربة أداء شخصية جيم. شافت البنت وقالت له يلا جود لك انت الثاني. بعد تجارب الاداء جينا راحت بيتها وهو راح بيت وخلاص انتهى الموضوع. اتصلوا بعد كذا فريق العمل على جون وقالوا له الو السلام عليكم كيف حالك انت؟ طيب اسمع يا ولد، الف مبروك عليك، انت الان رسميا مؤدي شخصيه جيم هالبرت في مسلسل ذا اوفيس. توقع انه جلس يقول اوه ماي جاد الله يبارك فيكم. لا تخيلوا ايش قال. قال طيب طمنوني، جينا اخذت دور بام؟ لحظه هذه الصدمه الاولى، خذ الصدمه الثانيه. بعد فتره اتصلوا فريق العمل على جينا وقالوا له السلام عليكم كيف حالك يا بنت؟ الف مبروك عليك، انت رسميا الان مؤدية شخصية بام في مسلسل ذا اوفيس. توقعوا انها صرخت؟ لا. توقعوا انها جلست تعيط؟ لا. قالت لهم طيب اسمعوا طمنوني على جون، هل فاز بدور شخصية جيم؟ ياب تخيلوا من قبل المسلسل هم اصدقاء، واثناء المسلسل صاروا اصدقاء، وما بعد المسلسل استمرت صداقتهم. والمضحك والغريب انه علاقتهم ترى صداقه بحت، ما فيه الا الصداقه بينهم، مهما كانت علاقتهم داخل المسلسل هم في الاصل اصدقاء. ازاي؟ لا تسالني، هم كذا. وعلى طاري جيم يا جماعه، بعد ما سوى جون تجربه اداء شخصيه جيم رجع لبيته، وبعد فتره اتصلوا عليه قالوا له اقول لك اسمع احنا ودنا انك تسوي تجربه اداء اضافيه. قال لهم تجربه اداء اضافيه لوش جيم؟ قالوا له لا نبغاك تسوي تجربه اداء لشخصيه
شخصية دوايت شروت. قال لهم يا جماعة الخير بالله هذا شكل واحد لايق عليه دوايت شروت. قالوا له يا ابن حاله مو انت اللي تقرر، احنا اللي نقرر، تعال سوي تجربة اداء شخصية دوايت شروت، اذا ناسب الوضع الخير وهلو ما ناسب القرار لنا. تعال يلا. راح سوي تجربة اداء دوايت شروت وخلص الامور زي كذا ورجع البيت. قالوا له اقول لك خليك على جيم، خليك على جيم بس بلا دوايت شروت بلا بطيخ. قال لهم الحمد لله الحمد لله يا رب. وش اللي دوايت شروت؟ بالله ابغاكم تتخيلوا العكس، دوايت شروت هو جيم وجيم هو دوايت شروت. مخ عطب، ممكن في كون موازي هنا؟ لا، كلنا يا جماعة عارفين شركة دندر ميفلن، ومن يوم يبدأ المسلسل نشوف الممثلين كل واحد جالس على الكمبيوتر تربك تربك تربك. ولكن السؤال، هل هم قاعدين يشتغلوا على الكمبيوترات؟ هل في نص معين يسووه مفروض، أو في شغل معين يسووه عشان يبينوا أنفسهم مشغولين؟ طاقم الممثلين جو كذا في بداية المسلسل، قالوا يا جماعة، راحوا سألوا صناع المسلسل، قالوا يا جماعة الحين إحنا لما نجلس على الكمبيوترات إذا ما عندنا شيء نقوله، ما في نص، إيش نقعد نسوي؟ نقعد كذا نسوي لنا نكتب، ولا في شيء معين تبغون نسويه علشان نبين اننا مشغولين؟ طاقم العمل قالوا لهم لا 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 لا، لا تشغلوا بالكم ولا شيء، افتحوا جوجل، خشوا على ايميلاتكم، حملوا العاب والعبوا عادي، اشغلوا نفسكم باي حاجه، سووا انكم مشغولين. وبالفعل طاقم العمل يقولوا معظم وقتنا كنا نقضيه على الانترنت، نتصفح ايميلاتنا الشخصيه ونقعد نلعب العاب ومشت الامور. يقلع ام الوناس. مؤدي شخصيه جيم برضو يا جماعه، ومؤدي شخصيه راين، بالرغم من انه شخصياتهم داخل مسلسل ذا اوفيس ما هي على وفاق تام في معظم الاوقات، الا انه هذول الاثنين يا جماعة في الواقع هم أصدقاء من أيام المدرسة، درسوا في نفس المدرسة وتخرجوا مع بعض، لا وكانوا يلعبوا في نفس فريق البيسبول في نفس المدرسة مع بعض. أي تخيل أنت وصديقك تدرسون وتخلصون دراسة تتخرجون أموركم طيبة، بعد فترة تجمعكم الدنيا كممثلين في نفس المسلسل وفي أفضل مسلسل كوميدي إن صح القول في العالم. معظمكم يا جماعة يمكن عارفين إن مسلسل The Office الأمريكي هو نسخة من المسلسل البريطاني The Office. النسخة الأصلية من مسلسل The Office هي النسخة البريطانية اللي كتبها ريكي جارفيس. حلو. المهم لما اختاروا ستيف كاريل علشان يقدم دور شخصية مايكل سكوت في هذا المسلسل، قالوا له اسمع، أول شيء ألف مبروك عليك دور شخصية مايكل سكوت، ولكن عندنا النسخة البريطانية من The Office نبغاك تتابعها كاملة، نبغاك تعرف شخصية مايكل سكوت كيف تأديها مقارنة بالشخصية اللي قدمها ريكي جارفيس. قال لهم اوكي يا جماعه، وانا مالي انا خايف منكم نتابع مسلسل ذا اوفيس النسخه البريطانيه. العجيب في الموضوع يا جماعه انه ستيف كاريل راح تابع 10 دقائق من الحلقه الاولى من مسلسل ذا اوفيس النسخه البريطانيه وقفل. قال لهم خلاص. قالوا له يا ابويا لسه. قال لهم لا لا، ما ودي اتابع ريكي جارفيس اكثر من اللازم، وعقلي الباطن يروح يعكس تصرفاته وتصير شخصيتي تشبه شخصيته في المسلسل، ابغى مايكل سكوت يكون مميز وخاص فيني، وما لكم الا مايكل سكوت يعجبكم، انتم بس اعطوني الضوء الاخضر. قالوا له اوكي عيش حياتك يا وحش. شو بالفعل ظهرت لنا شخصية مايكل سكوت كواحدة من أفضل الشخصيات الكوميدية في تاريخ التلفزيون إن لم تكن الأفضل. راين ويلسون يا جماعة مؤدي شخصية دوايت شروت. تخيلوا إنه قبل ما يروح يقدم على تجربة أداء شخصية دوايت شروت، راح وقدم تجربة أداء لشخصية مايكل سكوت. الآدمي كان كذا مقتنع جدا إنه هو يصلح يكون مايكل سكوت، فراح وشال نفسه وقال لهم يا جماعة أنا جاي أسوي تجربة أداء لشخصية مايكل سكوت. قالوا له أوكي تفضل. سوى تجربة الأداء، قالوا تعال تعال إيش مايكل سكوت يا أبوي، تعال أنت دوايت شروت، أنت شخصيا دوايت شروت، شخصية دوايت شروت خلقت لأجلك، خذ شخصية دوايت شروت وألف مبروك عليك. قال لهم اوكي دوايت شروت دوايت شروت وانا مالي. وبالفعل صار دوايت شروت، ويا له من شروت، ويا له من شخصية رهيبة وتحفة. مؤدية شخصية بام ومؤدية شخصية انجلا يا جماعة، انتوا تشوفوهم داخل المسلسل كذا علاقتهم ما هي كويسة، ويمكن ايش بينهم حساسية وزي كذا، لكن في الواقع في العالم الحقيقي هم صديقات مقربات جدا جدا. انا ترى زيكم مو قادر استوعب المعلومة الى الحين. والعجيب اكثر ان مؤدية شخصية انجلا ومؤدية شخصية بام كانوا يجتمعوا كل فترة ويجلسوا مع بعض، يأكلوا ويسولفوا ويتفرجوا على حلقات مسلسل The Office مع بعض. ياب بام اند انجيلا شلون هم كذا في الواقع. مسلسل ذا اوفيس يا جماعه توقف انتاجه في سنه 2007 بسبب ستيف كاريل مؤدي شخصيه مايكل سكوت. ليش توقف تصوير المسلسل؟ ايش صار؟ بسبب اشهر مظاهره حصلت في هوليوود، مظاهره اسمها اضراب نقابه الكتاب الامريكيه. في سنه 2007 يا جماعه طلع حوالي 12000 كاتب الى الساحات ورافعين رايات واعلم ومشاكل، وقالوا ما راح نكتب بعد كذا اي فيلم ولا اي مسلسل ولا اي بطيخ ولا حتى حلقه الى ان يتم رفع رواتبنا وقيمه عقودنا، زينا زي المخرجين، زينا زي الممثلين، زينا زي المنتجين. ليش يعني؟ علشان انا بس نكتب؟ ترى وظيفه الكاتب زيها زي اي وظيفه ثانيه في مجال السينما والتلفزيون وجدا صعبه. المهم يا حبيبي، وبحكم انه ستيف كاريل برضو يعتبر كاتب وممثل في نفس الوقت، فقال لا انا راح اضرب عن العمل وما راح اشتغل لاني برضو كاتب، وشارك في كتابه حلقات كثيره ترى. وبالفعل اتضامن مع هذه الثوره واضرب عن العمل مع الكتاب لمده حوالي 100
يوم، وفي النهاية انحلت مشكلة الكتاب ووصلوا إلى اتفاق منصف ومرضي، ورجع ستيف كاريل وكمل دوره في ذا أوفيس ومشت الأمور. تعرفون يا جماعة مقدمة مسلسل ذا أوفيس كلنا نعرفها من يوم تصوير المبنى من برا وتصوير بعض اللقطات العشوائية من داخل المكتب ومن كذا. أبغاك تخمن معايا فيه بعض اللقطات خارج المكتب وفي بعض اللقطات داخل المكتب مين اللي صورها؟ خمنت؟ خلصت تخمين؟ اللي صور بعض مشاهد مقدمة مسلسل The Office الشهيرة هو مؤدي شخصية جيم هالبرت، ياب ما غيره. يقول جاتني فرصة كذا اني اصور بعض المشاهد، وبحكم انه تصوير مسلسل The Office يعني ما هو شيء احترافي، تصوير عادي وغالبا يكون حتى عشوائي. يقول اخذت الكاميرا وصورنا كم مشهد زي كذا وعرضناها عليهم، قلنا لهم ينفع مقدمة؟ قالوا ينفع مقدمة وماله، شيل يا مدير حط مقدمة. ياب ببساطة كذا. تعرفون يا جماعة شخصية توبي المسكين اللي مايكل سكوت ما يطيق له لا صوت ولا نفس ولا صورة؟ شخصية توبي يا جماعة كان مفروض انه يكون لها ظهور بسيط جدا في بداية المسلسل وخلاص تختفي للأبد، ما كان مفروض انه شخصية توبي تستمر في المسلسل أبدا. ولكن لما مدير قناة MBC شاف أول ظهور لشخصية توبي وتصرفاته الهادية والغريبة قال هي 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 شخصية توبي هذه أنا لازم أشوفها أكثر من مرة، الشخصية هذه يا ويلكم لو ما تستمر في الظهور، أنا مرة حبيت شخصية توبي. هو كذا يقول اكتبوا له نص خاص، اخلقوا له أدوار جديدة، شوفوا له حل، الشخصية ذي لازم تواجد في مسلسل The Office بأكبر عدد من الحلقات. وبالفعل طاقم العمل تصرفوا وخلوه يظهر في أكبر عدد من الحلقات. تذكرون يا جماعة شخصية كارول؟ ياب البنت اللي كانت حبيبة مايكل سكوت في بداية المسلسل وسحبت عليه وسحب عليها؟ لا والله هي اللي سحبت عليه. تدرون يا جماعة انها في الواقع هي زوجة ستيف كاريل ومتزوجها من سنة 1996 ومخلف منها 2 أطفال وما زالت معاه إلى يومنا هذا؟ أنا عارف ذكرت المعلومة هذه في قصة ستيف كاريل في فيديو قصته، بس برضو حبيت أكررها هنا في حال إنك ما شفت فيديو ستيف كاريل ما شفت روح تعب. مؤدي شخصية ستانلي يا جماعة ليزلي ديفيد، في اليوم اللي كان عنده تجربة أداء في مسلسل The Office كان عنده تجربة أداء ثانية ولكنها قبل The Office. راح خلص تجربة أداءه للمسلسل أو الفيلم اللي كان رايح له ورجع متجه إلى تجربة أداءه في مسلسل The Office. المشكلة مش هنا، المشكلة إنه طاح في زحمة وقرف وسيارات وحر وعرق وصار مبهدل وحالته حاله وأخلاقه هنا. ما وصل مقر تجارب أداء مسلسل The Office إلا هو مرة تعبان وأخلاقه في طرف خشمه متبهدل. قال يا عمي خليني اخش اسوي تجربة اداء وزي ما تيجي تيجي. دخل سوى تجربة الاداء واخلاقه هنا. الغريب والمصادفة الحلوة يا جماعة انه صناع المسلسل مرة اعجبوا فيه. قالوا له يا ولد انت مرة ممتاز، ستانلي المعصب المهجول المبهذل انت، بس خلاص دن مبروك عليك الدور. تخيلوا رب ضارة نفعة حرفيا. المعلومة الجاية صراحة معلومة غريبة وتضحك في جزء معين منها راح تعرفوا الحين. شخصية كريد وشخصية اوسكار وشخصية فيلس وشخصية انجلا، تدرون يا جماعة ان اسماءهم داخل المسلسل خارج المسلسل هي نفس أسماءهم في الواقع؟ طبعا أسماءهم الأولى، فهمتوا أسماءهم الأولى بس مش أسماءهم كامل إلا شخصية كريد، وهذه المعلومة اللي تضحك. كريد في المسلسل اسمه كريد براتون وخارج المسلسل اسمه كريد براتون. أغرب شخصية في المسلسل وأكثر شخصية تحفة في المسلسل بالنسبة لي ازدادت وارتفع سوق تحافتها عندي. عجيب عجيب شخصية كريد هذه، واحد كتب لي في تويتر هذه أكثر شخصية ماني قادر أفهمها إلى الآن حتى أنا. شخصية غريبة تحفة، ما تدري هو مجرم هو تاجر مخدرات هو ما تدري إيش معاه من مصيبة. إد هيلمز يا جماعة مؤدي شخصية أندي غاب في الموسم التاسع حوالي 7 حلقات، ما كان له وجود، اختفى، والسبب يرجع في إنه كان قاعد يصور فيلم The Hangover، أخذ إجازة من مسلسل The Office قال لهم يا جماعة اعذروني أنا حغيب عنكم كذا فترة وبرجع. أعطوه إجازته وكل شيء كان تمام، بس إيش كانت حجته داخل المسلسل؟ وين أندي وين أندي يا جماعة؟ كانوا يقولوا دائما إيش أندي راح في رحلة بحرية مع أخوه. حلو التصريف، حلو التصريف. ستيف كارل يا جماعة صرح وقال إنه مسلسل The Office أول ما تم إطلاقه تقريبا لمدة سنوات طويلة من إطلاقه ما كان عنده أي قاعدة جماهيرية، جمهور عادي جدا وعدد مشاهدات ضئيل جدا، كانت الحلقات تنزل أسبوعيا أو أيا كان التسلسل اللي تنزل فيه ما في مشاهدات، مشاهدات نايمة، إيش ذا المسلسل اللي مو راضي ينجح؟ ولكن أصر فريق الإنتاج وكانوا مؤمنين إنه المسلسل هذا بينجح يوما ما لا محالة، بس يحتاج له صبر. وبالفعل الصدمة إنه بعد ما انتهى المسلسل بدأت تزيد شعبيته بشكل تدريجي إلى أن وصل إلى القمة، حرفيا وصل إلى القمة، واليوم مسلسل The Office يعد أحد أعلى المسلسلات الكوميدية مشاهدة في التاريخ. وفي سنة 2020 كان موجود على منصة نتفليكس، أخذ برضو أكثر مسلسل تم مشاهدته في سنة 2020. للأمانة المعلومات عن مسلسل The Office مرة كبيرة، ولو حابين ممكن نسوي فيديو ثاني جزء ثاني، بس ما ودي الفيديو يكون أطول من كذا. ولكن خلوني أختم لكم الفيديو بمعلومة إضافية واللي هي لها علاقة برواتب وأجور
دور الممثلين داخل المسلسل، مش كل الممثلين، بعضهم يعني، هذا اللي قدرت اجيبه. اعلى راتب في مسلسل ذا اوفيس يا جماعه كان ياخذ ستيف كاريل، حيث وصل الراتب اللي ياخذه عن كل حلقه في مسلسل ذا اوفيس الى 175 الف دولار امريكي، يب كل حلقه. ومؤدي شخصيه جيم ومؤدي شخصيه بام ومؤدي شخصيه اندي ومؤدي شخصيه راين وصلت رواتبهم الى 100 الف دولار عن كل حلقه، ومؤدية شخصية كيلي وصل راتبها إلى 60 الف دولار لكل حلقة، ومؤدية شخصية أنجيلا ومؤدي شخصية كيفن وصلت رواتبهم إلى 62 الف دولار لكل حلقة. وباقي الممثلين يعني إجمالا وصلت رواتبهم لكامل المسلسل ما بين 3 إلى 6 مليون دولار لكل العمل، مش رواتب في كل حلقة، إجمالا يعني. في كل الحالتين يعني ما في أي ممثل دخل مثل في ذا أوفيس وخرج منه إلا ومعاه ملايين في حسابه. وبس والله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. شاركوني في التعليقات شخصياتكم المفضلة من مسلسل The Office، وإيش أكثر حلقة قريبة إلى قلوبكم في مسلسل The Office. ولا تنسوا تضغطوا لايك للفيديو لو عجبكم، لأنه مرة مهم وبيساعدني كثير. وتعالوا تابعوني المواقع التواصل الاجتماعي، كلها موجودة في صندوق الوصف. كمان تعالوا على سيرفر الديسكورد، عندنا فعاليات بين فترة وفترة، وبرضه عشان تتابعوا أخبار الوجيه وقناة الوجيه بطريقة أسهل وأكثر مرونة، وتجيكم إشعارات وكذا، عرفتوا. يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.